نستهلها بأحوال الطقس وجديد الوضعية الجوية مع زميلة هناء خواطرية. أهلا بك هناء. أهلا بك إيمان، صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. إذا حسب نشرية خاصة لمصلحة الأرصاد الجوية كانت أصدرتها أمس، حذرت من تساقط أمطار معتبرة. كما شفنا البارح كانت أمطار غزيرة خاصة الجزائر العاصمة البليدة البويرة تيزي وزوج شلف عين الدفلة حتى منطقة المدية، ومن المرتقب أن تستمر هذه الأمطار في التساقط إلى غاية الثالثة بعد الزوال بإذن الله. فيما يخص الولايات الشرقية، إذا راح تنتقل هذه الأمطار تدريجيا على كل من قسنطينة، الطارف، ميلا، كذلك قالما وسوق هراس، حتى على برج بوعريريج وأم البواقي، وهذا من بداية من ظهيرة اليوم إن شاء الله إلى غاية فجر يوم الأحد بإذن الله. كما رانا نشوفوا راه في تراجع محسوس في درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق الشمالية للوطن. هنا بالجزائر العاصمة الأجواء جد باردة، هنا ما تتعداش درجات الحرارة 18 درجة. إذا نعتذر عن هذا الانقطاع، نعود إلى الوضعية الجوية مع هناء خواطرية. أهلا بك من جديد هناء. اهلا بك مرة ثانية. اذا كما سبق وذكرت، امطار ان شاء الله تبقى تخص اغلب الولايات الشمالية للوطن، الجزائر العاصمة البليدة البويرة تيزي وزو بجاية حتى منطقة جيجس كيكدا عنابة القالة، كذلك الطارف قلمة وسوق هراس. فيما يخص المناطق الشمالية الوسطى، اذا تستمر هذه الامطار الى غاية الثالثة زوالا من نهار اليوم، والمناطق الشرقية بداية من ظهيرة اليوم الى غاية فجر يوم الاحد باذن الله. لاحظنا انه حتى الامس كانت فيه تساقط امطار معتبره هنا بالجزائر العاصمه، حتى فيما يخص الولايات اللي كانت معنيه بالنشريه الخاصه اللي اصدرتها مصالح الارصاد الجويه. كميه الامطار تتعدى ان شاء الله 30 ملم محليا، وسجلنا كذلك تراجع محسوس في درجات الحراره القصوى على اغلب المناطق الساحليه، لكن خاصه المناطق الداخليه ما تتعداش اليوم ان شاء الله 10 درجات على النعامه، البيض، مشريه، كذلك الجلفه، عين والساره، حتى منطقه تيارت. المناطق الداخلية الشرقية أيضا منطقة الأوراس، بتنا، خنشلة، بسا، باريكا، حتى على برج بوعريريج، قسنطينة وأم البواقي، درجة الحرارة ما راحش تتعدى فيها 12 درجة. تبقى درجة الحرارة نوعا ما فصلية فيما يخص الولايات الغربية، 20 درجة على تلمسان، معسكر، حتى فيما يخص منطقة وهران السواحل الوطنية تتراوح ما بين 18 إلى 20 درجة، كذلك 18 درجة هنا بالجزائر العاصمة. راهو في تراجع محسوس هنا في الجزائر العاصمة، الأجواء جد باردة هنا بأعالي الجزائر العاصمة، ومن المرتقب أنه تستمر هذه الوضعية الجوية خلال الأيام القليلة المقبلة. غدوة إن شاء الله كذلك حتكون في أمطار إن شاء الله تخص أغلب الولايات الشمالية للوطن. فقط تتحسن الوضعية الجوية بداية من ظهيرة أو نهاية ظهيرة يوم الغد بإذن الله. إذا بخصوص المناطق الجنوبية ما ننساوهمش، دائما تتشكل رعود منعزلة تكون مرفقة ببعض القطرات من الأمطار على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهجار والتاسيلي. تبقى الأجواء مغشة جزئيا على شمال الصحراء ومنطقة الواحات حتى على الجنوب الغربي. درجة الحرارة هي الأخرى منخفضة نوعا ما على شمال الصحراء ومنطقة الواحات حتى على الصورة، ما تتعداش ال 20 درجة على شمال الصحراء ومنطقة الواحات، ودائما سجلوا 38 درجة كأعلى مقياس فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري على برج باجي مختار وعين قزام. اذا اكيد اكثر تفاصيل عن الوضعيه الجويه ان شاء الله راح تكون في مواعيدنا الاخباريه اللاحقه. عوده لك ايمان. شكرا جزيلا لك هناء.